الغرباء متى؟ إذا فسد الناس. شوف الناس كلهم، ما هم الكفار، الكفار معروفين، لكن فسد المسلمون، فسدوا، دخلهم ما دخلهم من الأفكار والآراء والأهواء والفرق المختلفة. أن تلزم طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أصبحت غريبا بينهم اصبر على الغربة، اصبر على الغربة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. هؤلاء هم رفقاؤك في هذا الطريق، لا تستوحش معك الرسول، أي كونك مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أو كونك مع فلان وعلان من أهل الضلال. خليك مع الطريق الصحيح، اصبر عليه، اثبت عليه حتى تصل إلى الجنة.